وهي الامر صار كل شيء تمام احبك صاحبي. ايه يا صاحبي مسموم ميدوك سمع فيها فيها أبقس السيلونس ميدوك أبقس السيلونس داك ونسمع نسمع هلا مشاهدينا الكرام كما تتابعون خلفي الحصة التدريبية للمنتخب الوطني انطلقت منذ حوالي ربع ساعة هي الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة موريتانيا الحاسمة الحصة التدريبية شهدت حضور جميع اللاعبين بما فيهم عمورة وبن 70 المعاقب غدا في غياب اسماعيل بن ناصر المتواصل الذي لن يحضر مواجهة موريتانيا ربما سيكون حاضر في الدور ثمن النهائي المعنويات مرتفعة إن شاء الله الفوز غدا كان معكم مبعوث قناة زير تيوب إلى بواكي ليفواريا عبد النور حويس جالفور القوة والمناعة من قلب الكوتيفوار شيري يرافقكم في كان الكوتيفوار استمتع بأجواء الكان مع بلاطة ليكس الشيبس رقم واحد في الجزائر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني كادياس طريقكم نحو الكوتيفوار رامي الذوق الأمثل في كان الكوتيفوار تكنو نورم يتمنى حظ موفق للفريق الوطني زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.